مبادرة قامت بيها السيدة الوزيرة وزيرة الثقافة الدكتورة ناس عبد الدين، وكانت بمكالمة تليفونية من الصديق والزميل العزيز صديق العمر الأستاذ إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، اللي طلب مني إن احنا أشارك في المبادرة بتاعت أعرف جيشك من خلال عمل مسرحي. وتوجهنا إلى إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وعرضوا علينا ملفات الشهداء، وتوقفت أمام قصة الشهيد محمد المعتز رشاد لأن فيها لحظة إنسانية شديدة الخصوصية، لحظة إن أب يكتشف ابنه على في غرفة العمليات وهو يبقى المسؤول عن إن هو يجري ليه عملية جراحية فيموت من بين إيديه، لحظة صعبة جدا، لحظة إنسانية صعبة جدا، لحظة يعني أنا قليلة إن هي مؤثرة وإن إحنا نستطيع استخدامها كدراما ونعملها كدراما. حولت المشروع إلى شكل درامي وبعدين قدمناه للمخرج الكبير والصديق والزميل الحبيب خالد جلال.